مشاكل العين كتيرة، سواء سوء التغذية أو حتى التقدم في السن، أو لو بنقعد على شاشات الكمبيوتر والتليفونات لفترة طويلة، ده بيؤدي إن هو بيساعد على العين إن هي تجف، أو كمان بيساعد على إنه يخلي النظر بتاعنا إن هو يضعف، وكتير وكتير من المشاكل اللي إحنا بنتعرض لها خاصة في منطقة العين. لكن إيه الحل؟ الحل من الشركة الأمريكية لينبرغ، وهي اللي أسست كتير جدا من المكملات الغذائية الطبيعية. اتأسست 1949 وبقالها 72 سنة بتعمل اختبارات، ومختبرات كتيرة جدا عالمية بتتعاون معاها علشان تقدم كل ما هو جديد. مؤسسة الشركة هي جلاديس لينبرغ، وفي نفس الوقت كمان النهاردة بنقدم من شركة لينبرغ مكمل غذائي عشبي طبيعي بنسبة 100%، وهو الاي فيجن جارد اللي بيساعد على تحسين القدرة البصرية، واللي بيساعد على انه يدينا كتير من النتائج المميزة، خاصة ضعف النظر او حتى كمان الجفاف في العين او المشاكل كتير اللي بتتعرض لها العين، لأهم المكونات الموجودة فيه، وبتكون كمان مركزة بشكل كبير جدا. عرض جديد ضمن العرض المبكر تسوق الآن ووفر أكتر، وهو المكملات الغذائية من الماركة الأمريكية لينبرغ. النهاردة بنقدم العرض ده ضمن العرض المبكر، السعر أكتر من رائع، لأن انتوا بتحصلوا عليه اليوم عبوتين كافيين لمدة 3 شهور، وكمان العبوة الثانية الفيش أويل كافية لمدة 3 شهور، كل دول فقط بسعر 299 ريال سعودي. وأيضا كمان العرض متوفر من يوم 10 وحتى 12 من فبراير، وكمان فوقيها انتوا بتحصلوا على كتير من الامتيازات ضمن عروضنا الرمضانية، خصومات بتوصل ل 80%، وكمان مع كل عملية شراء بتحصلوا على قسيمة شرائية بقيمة 200 ريال سعودي، هدايا أسبوعية آيفون 13 برو ماكس، وأدوات تصفيف الشعر من ماركة دايسون العالمية. وأيضا كمان بيكون عندكم فرصة تسوق مجانية مع سيتروس بقيمة 1000 ريال سعودي. أما المفاجأة الكبرى لكل اللي بتسوقوا بقيمة 2000 ريال سعودي، فهناك فرصة أن أنتوا تربحوا سيارة فخمة. شوفوا العرض قد إيه رائع، كل دول فقط بسعر 299 ريال سعودي، وأكيد هنتعرف على مميزات اللوتين والمكونات التانية المفيدة لتحسين النظر، وأيضا كمان تحسين قدرة البصر من خلال الانترفيو اللي هنشوفه مع دكتورة ميسا، ونرجع لكم تاني. معنا كمان دكتورة ميسا مراد، وهي دكتورة تغذية وكمان أخصائية للتغذية، اللي هتساعدنا النهاردة وهتقولنا أهمية اللوتين والزيسنتين اللي هم أهم المركبات الموجودة في الآي فيجن جارد، بتعمل إيه للعين بالضبط وإزاي بتحسن القدرة البصرية. أهلا بيك دكتور. أهلا فيكم. المنتج كتير رائع طبعاً. بصراحة لأنه اللي لفتني أنه أهم شيء الموجود فيه هو، خليني أقول، فيتامين العين أو اللوتين. اللوتين هو يسمى بفيتامين العين، ولكن هو منه فيتامين. أيوة، دايما لما عملت ريسيرش عليه على طول مكتوب عليه فيتامين العين. هو لأهميته للبصر والعين وحمايته من الأشعة فوق البنفسجية، حمايته من الجفاف، مضادات الأكسدة. مزبوط. وهو وزيسانسين هن الاثنين مضادين للأكسدة، ووجودهم بنفس المنتج هذا كتير مهم. صح. لأنه عم يحميلنا العين من كل هالمؤثرات الخارجية، من الإلكترونيات اللي حضرتك ذكرتي عنها، من الجفاف والغباشة اللي مع تقدم العمر ممكن تأثر على النظر والبصر وبيؤدي لضعف البصر. وحتى كمان المميز انه اللوتين موجود بنسبة تركيز عالية جدا، وهي 20 ميلي جرام، اللي انا قريته رائع. انه لو انه من 6 ل 20 ميلي جرام من اللوتين ده بيدي كمية كبيرة جدا، او بيدي مزبوط. تركيز عالي جدا بيفيد بيها العين. لكن كمان عايزين نعرف ايه هو بيعمل ايه بالضبط اللوتين، خاصة من ضمن اللي هو الفيتامينز لتحسين القدرة البصرية، وده اللي احنا بنشوفه دلوقتي مع بعض، ان هو اهم حاجه للوتين ان هو بيساعد على انه يدافع ضد الجذور الحره او الانتي اوكسيدنتس والاجهاد التاكسدي، وبيعزز. صحيح. حده الرؤيه، كمان بيساعد على انه يحسن من التباين البصري، بيقلل ضعف الوهج، حمايه انسجه العين من اضرار اشعه الشمس، وبتقليل فقدان خلايا والموت المرتبط من اضرار العين، وكمان بيعمل حمايه للعين. صحيح. بشكل كبير. ده فايده بس مركب واحد اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو اللوتين، لكن كمان المركب الثاني اللي احنا اتكلمنا عليه زيسانتين، وهو موجود بنسبة 2 ميلي جرام، وده برضو نسبة كبيرة من ضمن الفيتامينز اللي بتساعد على حماية العين. وجودهم مع بعض هو اللي عم يعطي فائدة كتير كبيرة للمنتج، لأنه نحن بحاجة لهم هن الاثنين، إضافة لكتير فيتامينات نحن بحاجة، وأنا لاحظت موجودة ضمن المنتجات المكملات الغذائية الموجودة، مثل الزنك، فيتامين A، البيتا كاروتين، وبي 1 و 2 و 3 كتير مهمين. دول موجودين في الخضار والبرتقال موجودين. والنظر والجزر اللي احنا بنسمع دايما انه بيقوي النظر.
النظر، بس هو فعليا وجود البيتا كاروتين بالجزر هو اللي بيقوي النظر وبيحميه من اي مؤثرات خارجيه. تمام. اللوتين هو موجود بالخضار والفواكه وخاصه الخضار الورقيه الداكنه اللون مثل السبانغ، الكيل، البروكلي. غني جدا فيها، والبروكلي، الاورانج والاصفر اللي هن اليقطين، والجزر مثل ما ذكرتي البندوره موجود، وخاصه صفار البيض. تمام. ولكن في كثير اشخاص ما بيقدروا ياخذوا المنتجات الطبيعيه فبيلجأوا او عندهم حساسيه معينه او شيء. الحلو انه هو خالي من الجلوتين، خالي من اللاكتوز، دي اهم حاجه طبعا، كثير مهم للاشخاص اللي ما بيقدروا ياخذوا. حتى كمان دكتور في حاجه طريفه جدا انا قريتها، انه هو من اهم المكونات اللي هو مكتوبه طبعا اللي هو زيسنتين، ده بيعمل زي طبقه صفراء حوالين الشبكه بتاعه العين تحمي. وده اللي بيساعد على ان هي تحمي تماما من اشعه صحيح. الشمس اللي داخلها، سواء اشعه الشمس الفوق بنفسجيه او حتى كمان الاشعه بتاعه الكمبيوتر او اي ضوء، فده اللي بيساعد على الحمايه. قد ايه عرض اكتر من رائع. ايه رايك رأي حضرتك دكتور في الهديه اللي هي الفيش اويل؟ رائعه، لانه الاوميجا 3 هي من الدهون الصحيه، والاوميجا 3 بتساعد على صحه العين كمان وحمايتها، ودهون صحيه بيعزز امتصاص اللوتين. تمام. هديه كتير رائعه، يعني كله مع بعض متكامل. وهنا عرض متكامل، لكن احنا اتكلمنا على اثنين من المركبات، فاضل اثنين تانيين، وهي طبعا بنتكلم على البلبري او خلاصه التوت وخلاصه زيت الصويا. هنا مستخلص توت البري بيساعد على ان هو بيتم الترويج ايضا لمستخلصات العنب والتوت، ان هي كمكمل غذائي انتي اوكسيدنت، بيقلل من مخاطر الانتكاس البقعي، وكمان بيساعد على ان هو شبكيه العين بيكون النسيج الموجود فيها ان هو بيحفزه. كمان زيت الصويا هو مالي غني جدا بالاحماض الامينيه والاوميجا 3، بالاضافه كمان اللي هو بيساعد على انه يقلل كمان للاشخاص اللي هم بيعانوا من جفاف العين، وبيعمل كانه قطره صحيح. للعين اللي هي بتدي طبعا الترطيب بالظبط اللي احنا محتاجينه. فكل المكملات الغذائيه الاربعه من الفيتامينز دول اهم حاجه انتم محتاجينهم في علبه واحده من مكملات عشبيه كلها، احنا ما بنتكلمش على كيميكلز ولا بنتكلم على اي حاجات مضره صحيح. ابدا. فقد ايه هو مفيد الاي فيجن جارد، وكمان طبعا من اهم المكونات اللي احنا بنتكلم عليها وهو الفيش اويل، قد ايه دكتوره 3. ممكن حضرتك تقول لنا المميزات بتاعه الفيش اويل؟ اوميجا 3، اي شخص بحاجه لانه ياخذ اوميجا 3 صح. لصحه القلب وصحه العين وصحه الدوره الدمويه والاعضاء الداخليه كلياتها. واحنا بنشوف طبعا زيت السمك اوميجا 3 بيخفض من ضغط الدم، بيقلل الدهون الثلاثيه، وحتى كمان الاشخاص اللي عندهم كوليسترول صحيح. وبيحمي من السكتات القلبيه وايضا الازمات، وكمان بيقلل من فرص الموت المفاجئ. فاحنا بنتكلم على مجموعه متكامله اكتر من رائعه انتم تحتاجوا لها النهارده من الاي فيجن لتحسين القدره البصريه، وكمان الفيش اويل اللي بيساعد على انه يحسن طبعا ضربات القلب. اهم حاجه في اي مكمل غذائي احنا بناخده انه لازم يكون خالي من كل الحاجات دي صح. من الجيلاتين ومن اللبن ومن اللاكتوز والقمح والخميره، النكهات الصناعيه والمحليات طبعا اللي هي بتكون مش صحيه. والاهم ان احنا المكملات الغذائيه بنتكلم عليها دي متوافق عليها من بلدي دبي، وايضا كمان من جي ام بي، وهي طبعا الشركه الخاصه زي منظمه الغذاء والدواء علشان نقدر ان احنا ناخده، ومن 14 سنه فيما فوق، حبه واحده او حبتين يوميا مع وجبه الاكل. عبوتين، كل عبوه 3 شهور و10 ايام، 6 شهور و20 يوم، مع هديه مجانيه طبعا، وهنا الفيش اويل. فقد ايه عرض مغري جدا، قيمه الهديه 150 ريال سعودي. شكرا ليكي دكتور، شكرا لك، ان شاء الله بنشوفك معنا شهادات ثانيه حلوه كتير عن ليمبرج ومكملات غذائيه كتيره باذن الله. شكرا لك. وانتم كمان حسنوا البصر، خلوا بالكم من نفسكم، واستفيدوا من المكملات الغذائيه اللي احنا بنقدمها من الشركه الامريكيه ليمبرج. استغلوا الفرصه لانه عرضنا متوفر بكميات محدوده والفتره محدوده. صار لي فترة طويلة بعاني من جفاف وحرقة بعيوني كتير زعجتني. حاولت استخدم قطرة العيون ولكن بدون فايدة. قررت اني زور الطبيب يلي وصف لي هالمكمل الغذائي من ليندبرغ. بالاول كنت فاكرة انه بس قطرات العيون هي الحل الوحيد، لحد ما استخدمت هالمكمل الغذائي يلي غير لي نظرتي، وخصوصي انه من اهم تركيبته هو اللوتين وزيادة المكونات الطبيعية والعشبية مثل زيت الصويا والتوت البري. حسيت انه عيوني صاروا بحاله صحيه ممتازه من اول ما بديت استخدم هالمنتج. ليندبرغ اي فيجن رائع لاي شخص بتهمه صحه عيونه. بنصحكم تستخدموه.